نتكلم حضرتك بما انك انت رئيس مجلس اداره شركه الفتح طبعا للتشييد والبناء، عايزين نتكلم عن الخدمات اللي حضرتك بتقدمها للشباب او كشركه، انتوا بتقدموا ايه ليهم؟ بتساعدوهم ازاي؟ بنقدم للشباب خريجي كليات الهندسه طبعا بكل اقسامها وكليات التجاره قسم المحاسبه، كليات الهندسه بناخد الطالب من المرحلة الأكاديمية بنخليه يصطدم بسوق العمل أو بيصطدم بالعمل. بيصطدم بالواقع، بنديله خبرة التنفيذ، خبرة التشطيب، وببدأ أدربه كمان عملي وميداني. يعني بمعنى أصح بتخليهم ينزلوا؟ بخليه يشتغل سواء 2D أو 3D أو ساب، البرامج الهندسية طبعا بيشتغل عليها نظري، اعلمه ازاي غير التعليم غير العملي غير ينفذ نظري، وبعدين ينزل ياخد البلان ينزل اللي نفذه نفسه ده بقى. لا البلان كمان ياخد البلان اللي انا دربته عليه ينزل ينفذه على ارض الواقع. فدي حاجة احنا بنقدمها للشباب، وعايزين فعلا نخلي كليات الهندسة او طلبة كليات الهندسة يصطدموا بالواقع، لانه غير الدراسة او غير الاكاديمي. طيب برضو عايزين نكلم حضرتك عن نقطة مهمة جدا في العمل، هي المصداقية وثقة العميل طبعا في الشركة، دي مهمة جدا، وكمان الدقة في التنفيذ. يعني انتوا بتعملوا ايه علشان يبقى في ما بينك وما بين العميل الثقة والمصداقية؟ دي شيء مهم جدا مهندس أيمن على فكرة. أول حاجة بنقدمها هي طبعا تعاقد بيننا وبين العميل، لازم يتم التعاقد بيني وبينه علشان أديله مصداقية، اديله حقه واخد حقه. تديله حقه، نتكلم بقى في نقطة مهمة، أنت بتديله حقه طبعا، بتحط البنود اللي بتحميه وبتحميك ولا بتحميك أنت قبليه هو؟ لا، بحط البنود اللي تحميه هو الأولاني، يهمني رضا العميل. لأن أنا رأس مالي هو سمعتي كشركة. بس أنت ممكن تحط بنود في العقد العميل ما يكونش عارفها، بس يكون ليها ثغرات. العميل ليه مطلق الحرية، بيجيب المحامي بتاعه، ببعت له النسخة من العقد قبل توقيع أي عقود، بيراجع العقود بتاعه مع المستشار القانوني بتاعه، وبعدين حتى لو في بتعديل؟ بنسمح بتعديل. دي حاجات مهمة برضه عشان نأكد عليها. الحاجة التانية إن أنا بكون مختلف، يعني بحاول أقدم للعميل ما هنا إيه اللي يميزني عن غيري، لازم يبقى في اختلاف. يعني احنا بنواكب التطورات زي السمارت هوم، طبعا احنا ممكن دلوقتي مثلا في شغل السيفتي، ممكن اعمل سنسور يقفل مثلا محبس الغاز في حاله لا قدر الله هيحصل اختناق او هيحصل تسريب غاز، تسريب الميه، الكهرباء، في سنسور تحكم في كل الحاجات دي بدون تدخل بشري.